السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تامر النبيل من قناة اختار ملاك. النهاردة هنتكلم عن موضوع ان انت لازم تبتسم في ميلان. لو مسكوك مكشر او متضايق او مخنوق وانت ماشي في شوارع ميلان وبإيطاليا، ممكن تتحبس او يدفع او تدفع غرامة كمان. ايه حكاية الموضوع ده؟ خليك معايا فاصل ونعود. إذا كنت ترغب في دفع غرامة في ميلانو فخليك كشري وما تبتسمش، لكن إذا كنت عاوز إن أنت تبتعد عن دفع أي غرامة فعليك إن أنت تبتسم في جميع الأوقات. ده قانون موجود في إيطاليا في مدينة ميلانو بالأخص، إن على أي فرد وأي مواطن في الشارع ماشي بيجيب بقالة بيشتري أي حاجة لازم يكون مبتسم، وشه زي ما بنقول فريحي وبشوش. لكن لو اتمسك واحد كشري أو مقشر فده بيتحكم عليه بالسجن ودفع غرامة. والقانون ده يسري على الكل إلا في حالة الجنازات والمستشفيات، المستشفيات دي اللي ممكن فيها اللي انت ما كنتش طبعا مبتسم نظرا للظروف والاحداث اللي موجوده ساعتها. بيقول لك ساعتها تم صدور القانون ده على يكون وسيله لجلب الشهره للمدينه، والقانون ده صدر خلال الامبراطوريه النمساويه المجريه، وكان الغرض منه هو زي ما قلت جلب الشهره للمدينه. لكن القانون ده لغايه دلوقتي يعني هو موجود وساري، رغم انه موجود انه في عدم التنفيذ، في حيز التنفيذ، لكن موجود. يعني القانون ساري رغم انه لم ينفذ، ولكن ممكن في اي وقت من الاوقات ينفذ لانه القانون موجود وساري ولم يلغى. والقانون ده الى ما زال موجود في ميلانو، هو في هناك برافضات ويوفط كتير مكتوب عليها: عليك ان تبتسم في ميلانو والا عليك ان تدفع غرامة او السجن. فده من أغرب القوانين اللي أنا شفتها وعدت عليا في من القوانين اللي موجودة في بعض الدول زي إيطاليا كده وفي مدينة ميلانو. ونقدر نقول اللي نقدر نقول كله، أنت لو رحت زرت إيطاليا وبالذات ميلانو عليك أن تبتسم في جميع الأوقات وإلا عليك أن تدفع غرامة. ده كان موضوع النهاردة، متنسوناش في لايك وشير يا شباب. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وعليك أن تبتسم في ميلانو. السلام عليكم ورحمة الله.